بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، زارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة مركز سيدة السلام بعمان، والتقت طلبة المركز وأهاليهم واستمعت من القائمين عليهم لشرح واف حول الخدمات المقدمة إليهم. المزيد في هذا التقرير. ضمن لفتاتها الهاشمية التي اعتدنا عليها بكرمها وتسامحها ومبادراتها الراقية، زارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة الأطفال ذوي الإعاقة في مركز سيدة السلام التابع لمطرانية اللاتين في الأردن، حيث كان في استقبالها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن والبطريرك فؤاد طوال ومدير عام المركز الأب شوقي بطريان ورئيس اللجنة المركزية السيد سهم دانات وعدد من الآباء الكهنة والداعمين للمركز. ثم قامت سموها بتفقد أحوال الأطفال ذوي الإعاقة وجلست معهم تحاورهم وتلعب معهم، وقدمت لكل طفل منهم هدية عيد الميلاد المجيد. كما قدم أحد الأطفال لسموها فخارة مزروعة بنبتة زينة هدية لها عربونا وتقديرا لزيارتها الكريمة. كما زينت سموها شجرة عيد الميلاد برفقة الأطفال وأضاءوا الشجرة وسط أغاني لعيد الميلاد قدمها أطفال جوقة راهبات الوردية في شميساني. كما جلست مع أهالي الأطفال واستمعت لمشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها في الحياة، حيث قالت لهم سأعمل جاهدة لمساعدتكم لأن أبناءكم هم أبناؤنا ومحبتنا لكم عظيمة. وفي ختام اللقاء توجه الجميع لصالة المركز، حيث استمعت سموها لأبرز نشاطات المركز وخدماته التي يقدمها للمواطنين في مختلف محافظات المملكة. هاي الزيارة هي للتركيز الضوء على قضية الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات هم بحاجة لها، وكمان تقدير وشكر من سموها لمركز سيدة السلام وخدماته المجانية والإنسانية اللي تقدمها على مستوى المملكة من خلال الفرع الرئيسي بعمان أو الفروع المنتشرة بالمملكة. وبعدها قدم الأب بطريان لوحة فنية من رسم طلاب المركز لسموها عربون شكر وتقدير لزيارتها ولفتتها الكريمة. وعلى صعيد متصل، نظم مركز سيدة السلام بعمان احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي جاء هذا العام تحت عنوان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الشمول والمساواة.
وبين راعي الحفل السيد عمر حمزة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية أهمية التركيز على قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن تقدم المجتمعات يقاس لقاء ما توليه من اهتمام وعناية لمواطنيها كافة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، وهو معيار للتقدم والنهوض الذي تعيشه الأمة. منذ انطلاق مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل التطوعي الخيري، أخذ على عاتقه القيام بواجباته الإنسانية الجليلة التي عملت وتعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكافة المعارف والمهارات التي تساعدهم في الاندماج في المجتمع، ليكونوا أفراداً قادرين مساهمين منتجين في كافة مناحي الحياة. ولعل قصص النجاح العديدة في هذا المركز خير دليل وشاهد على رؤية وفلسفة المركز السديدة، بحيث أصبح داعماً أساسياً لتعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ووجه مدير عام مركز سيدة السلام الأب شوقي بطريان الشكر لكل إنسان يضحي من أجل أحبائنا من ذوي الإعاقة، لافتاً إلى دور المركز والخدمات المجانية التي يقدمها لهذه الفئة. حسب إحصائية عام 2018، أكثر من 1 مليار شخص في العالم يعانون من إعاقات مختلفة ويعيشون في عزلة عن المجتمع، ونحن نريد أن نغير ذلك، وهذا ما نحاول على قدر المستطاع تقديمه بهذا المركز. وأؤكد أننا لسنا نحن من يغير الأطفال ومن يساعد الأطفال من ذوي الإعاقة، بل هم الذين يغيروننا ويسمحون لنا أن نعيش معهم واحدة من أجمل الخبرات الإنسانية. واشتمل الاحتفال الذي حضره سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وغبطة البطريرك فؤاد طوال وعدد من المسؤولين والأباء الكهنة والراهبات والمهتمين في هذا المجال على فقرات فنية ورقصات ودبكات شعبية قدمها طلبة من الجامعة الأمريكية ومدرسة راهبات الوردية في مرج الحمام بالاشتراك مع طلبة المركز.